احمد جاهز؟ جاهز. يلا 1 2 3 فوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين، معكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. طبعا اليوم بنبدأ بفلوق بشيء غريب وشيء حلو بنفس الوقت، اللي هو ان التحدي راح يكون ان انا وعبد الله كل واحد راح يحاول يصنع قارب يطفو فوق المسبح. اذا غرق القارب راح تخسر التحدي، وعندنا اليوم تحديات جدا كثيرة، فخلونا نبدأ بأول تحدي. طبعا زي ما تشوفون هذه الأغراض اللي انا اخترتها، اللي هي غرش موية مع الكور. لازم تجيب اشياء مميزة، يعني اشياء ما تقول كيف تصير. فهذه بصنع منها قارب، بتشوف كيف. طبعا اغراض عبد الله، ايش الاغراض دي عبد الله؟ محمد شوف، اغراضك انت كثير لكن ما بتنجح، لكن انا قليل الناجح ان شاء الله. ايوه، بس هذه السفنجات الطويله والزرقاء والصندوق. والصندوق هذا بس. طيب يلا خلينا نشوف مين اللي راح يطفو. طبعا زي ما تشوفون الى الان هذا الشكل حقي. طبعا راح يكون زي كذا القاعده، من تحت القاعده من عند غرشه المويه، فيعني راح يكون زي كذا. ها محمد، عبد الله محمد قاعد يذوق طعم فشل. عبد الله واضح انه بتغرق. هذه قاعده وهذه شوف كيف القاعده كذا حبيبي. طبعا هاي قاعده من تحت الصندوق. بسم الله. طبعا الحين وقت الوقت الحاسم. هذا قارب عبد الله وهذا قاربي، لكن خلينا نشوف. يلا روح ابو الحمد. لا انت ما بعد. ما بعد ما ادري كيف شكله. اوكي اسمع البشر. طيب ساعدني. ساعدني بساعدك. روح جيب قارب بسرعة. محمد كيف كذا؟ قارب بسرعة. هذا بالخبرة هذا ما يطيح. معلش. ايه؟ كنت قاعد اغلط؟ قاعد اغرق. محمد فوق قاعد اغرق. حسابة التعب اللي قبل شوي. بسم الله، رجعنا لكم بعد ما شفتوا تحدي القارب او من اللي يصنع قارب. الحين جاء الوقت التحدي اللي بعده. طبعا ايش عندنا؟ عندنا تحديين. اللي عليك بس تلبس البدله ونشوف مين يعني واحد يتعلق. هذا اللبس يتعلق بالجدار. الحين بفوز عليك تقول لي والله طويل وما ادري ايش. ها؟ صح، نسيت الطويل. عبد الله بيفوز طبعا. اسمع. محمد. محمد تشوفون طلعت انها صغيره، فمعنا اليوم مسترد وكاتشب. والله فله صح؟ والله فله خاص. والله ما نكتب مره ثانيه. والله ما نكتب مره ثانيه. والله يلا 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 1 2 3 1 2 3 عرفت ذيك اللعبة اللي ترميها تعلق اللي فيها كانها جيلي صغيرة؟ عرفت كنا ما شاء الله يديني طوال ومديني طوال. 1 2 3 فوز. ثلاثة انقذ طب. اسفله قويه والله. طبعا زي ما تشوفون الحين عندنا تحدي المطرقه. تحدي المطرقه كيف راح يكون؟ في 6 فتحات، واحد بالنص معاه مطرقه، واللي بالنص راح يكون حوله كور، ولازم اللي برا الفتحات ياخذ الكور. فراح اوريكم احسن عشان تفهمونها. فاول واحد راح ايش؟ لا والله لا تعال تعال والله لا. انا اكون في الطياره ورقه بس حجره ورقه بس اول. يا كل ما يخسر يا اخي. طبعا الحين راح يكون نظام يسحب 5 كور بس. واحد لا براها اطلع. ما تعرف تلعب. فالحين جاء الوقت التحدي اللي بعده. زي ما قلت لكم عندنا كورة نعلقها هنا في الدائرة هذه. طبعا راح نحسب النقاط.
اللي يجيبه هنا بالنص 50 نقطة وبرة 20 وبرة 10 50 20 10 فلنا أربع شوتات لي ولعبد الله. طبعا مو بس الشوتة عادي، لا لا لا، عندنا هنا ملعب صبوني. جاهز؟ يلا شوت الأولى محمد. صفر إن شاء الله، صفر. أنا لا صفر محمد. وش اللم جاب 10 محمد. والعب والعب والعب. تركيز، ايوه حركة تركيز، بسم الله. ثلاثة عشرة يس. محمد محمد ليش صار لعيب؟ 20 السلم 10 ثانية. يلا محمد كيفها بالنص؟ يلا شوف 20 ثانية محمد. يا 50 يا اخسر، يا 50 يا تخسر. واحد اثنين ثلاثة جو. السلم تمشي. هذه كانت بالنسبة للتحديات، أتمنى لكم استمتعتوا بالفلوق ويعطيكم العافية على المشاهدة. قبل شوي فيك قاعد تكح والله صدق. فيك شيء؟ علمني فيك شيء؟ عبد الله، عبد الله فيك شيء؟ سلامات عبد الله. بسم الله. عبد الله عبد الله عبد الله محمد عبد الله عبد الله محمد عبد الله عبد الله محمد عبد الله الله غشاش. لا لا بطيء. لا ما حقني.